اخي هاد الناس هادوك كنلقاو البلاد ديالهم فيها الخير والروح، هذا حتى واحد ما كان يدير هاد المنظر هذا اللي كيديروا كاع الناس. واش الدوله دايره الناس تحت الصباط؟ واش هذه هي الانسانيه؟ واش هذا هو المالك؟ واش هذا هو الشعب؟ ونكون مع الشعب باش يكونوا معاك. دابا مخير هنا كيوصفوا بواحد الصفات اللي ما كايناش، هذا راه مالك زعما. واش كون مع الناس الضعفاء ماشي كتبع اخا النوش وفلان وفلان وفلان، كتخلي الناس الضعفاء هنا مساكن مخير ما عندوش باش يدخل على ولادو ولا على المراه ديالو حتى شي درهم. الناس جايين من اكادير، الناس جايين من كازا، علاش؟ علاش اخاي؟ كون لقينا هاد الدوله هادي فيها شي حاجه كون راحنا فيها، ما نكذبش عليك ان شاء الله غيبقى على الملك واخا النوش كلهم اللي غيبقاو هنا وكل الشعب ديالو كله غيمشي. وديك الساعه وديك الساعه ما تقولش الشعب راه غلط والشعب سمح فيا ومشى، لان انت تخليتي عليهم حتى الاول. كون كنتي شاد بيدهم وعارف شنو عارف هاد الظروف ديال الجائحه، حتى واحد ما قدم الظروف صعيبه. 80 فرانك ما قديتوهاش توفروها الناس الشهر، 80 فرانك اودي الناس ديال اوروبا، الناس اوروبا هادوك هما المسلمين، اما حنا نصارى اليهود، هادوك هما الناس المسلمين، هادوك بلاد الاسلام، اما هنا عنصار.